انه الضغوط دي كلها، كل الضغوط دي بتضغط على 50 مليون سوداني وشعوب العالم الاحرار المتضامنه معانا، والناس اللي بتفتش عن حريه وبتشوف في السودان نموذج انتصار الشعب على الهيمنه والاستعمار. الحل انه سوقونا للبوابه بتاعت الاتفاق، وناسين انه احنا عندنا بوابه اسمها الانتصار في المعركه. يعني هم كل ما يزيدوا يضغطوا احنا والله بنلتف حول القوات المسلحه، والالتفاف حول القوات المسلحه ده ما كلام، ده فعل. الناس يعني انت يوميا بتشوف الصفحات الرسميه، طبعا الناس لانه القلوب مجبوله على الخوف يعني، واليقين والثبات بالله ده حاجه بتكتسبها، ف ما بيفتحوا صفحات الحريه والتغيير، ما اعرف العربيه الحدث، لكن لو بتفتح صفحه القوات المسلحه وكالسون للانباء بتلقى اخبار كويسه، بتلقى مواقع كثيرة دعم القوات المسلحة ودعم للحق، هي أساسا ما دعم القوات المسلحة، بتتكلم كلمة حق، بتلقى أخبار كويسة، بتلقى في تقدم. لكن لما تسمع ديل بيقول لك لا الموضوع ده مقفل خلاص، ما في إلا نقعد وين يا زول؟ نقعد نتفاهم مع الدعم السريع. أوكي، رشح في الأخبار قبل شوية أنه الإيجاد قالت للبرهان خلاص الدعم السريع حدد منو اللي حيقعد يتفاوض معاك، هو عبد الرحيم دلو. كويس، ده هنا في الخبر كده بقول يعني في اخبار البلد او البوابة الاخبارية. عاجل مصادر للحاكم، سكرتير الايجاد يخطر الخارجية السودانية بان عبد الرحيم دلو هو من سيلتقي البرهان كممثل قوات الدعم السريع. دي زيادة في الضغط. أول حاجة سكرتارية الإيجاد إحنا طلعنا لهم بيان أول أمس، قلنا لهم عدلوا البيان حقكم الختامي اللي بيتكلم عن إنه البرهان وافق، البرهان قعد، البرهان تواصل مع حميدتي، البرهان قال يا أخ والله الحرب حتجيب في كده، قال لهم عدلوا السكرتارية دي اللي التزمت معانا. وأظنكم سمعتوا كلام وزير الخارجية امبارح، قال الإيجاد جاهن ضغط من الخليج، المذيعة سألته قلت له من منو؟ قال لها من الإمارات. شخبوط لما نزل في الإيجاد بعد البرهان ما طلع دفع عليهم قروش، السكرتارية اتفقت مع الحكومة السودانية إنه يرسلوا لنا البيان الختامي. بعض المحللين ما زالوا مصرين إنه ليه الخارجية السودانية ما خلت مندوب يقعد معاهم لحد ما يصيغوا القرار وبعد ما البرهان مشى عشان يتأكد إنهم كتبوا الحاجة الصح. يعني هم بيحملوا الخلل اللي حصل في بيان الإيجاد الختامي للبرهان والخارجية. في حاجة فايتة عليكم يا أخوانا، إحنا لو خلينا أي زول تابع للحكومة السودانية في الإيجاد اليوم ده كان حيجي طوال الحرية والتغيير يطلعوا يقول لك وفد الدعم السريع والإيجاد التغى بممثل البرهان، كانوا حيعملوا العملية دي. احنا ما خلينا ليهم زول، اتفقنا مع السكرتاريه، مضوا معانا ورقه قالوا لنا يا اخي البيان الختامي حنرسله ليكم لما نتوقع عليه يا البرهان حتى نعلنه، قاموا اعلنوا براهم. لما رسلنا لهم بياننا بتاع انه احنا معترضين على الحاجات اللي حصلت، السكرتاريه ما اشتغلت بينا، مشت السكرتاريه فتحت لها موضوع ثاني، قالت انه يلتقي البرهان مع ممثل ومندوب الدعم السريع، ده صدرت قبل شويه الحاجه دي، عبد الرحيم يلاقيه ولا شنو؟ عشان يتفاوض معه، يتفاوض معه كشنو؟ كطرفين النزاع. عبد الرحيم شايف البرهان شنو؟ نسأل الحرية والتغيير، السلام عليكم كيف أخباركم؟ أنتوا قلتوا الجيش ده مختطف والبرهان قراره مختطف وده شغالين فيه، أنتوا بتحاولوا تميلوا أو بتعدوا لمرحلة ما بعد الحرب إنه حتتواصلوا مع البرهان، فحسي عشان بعدين ما نجي نضغطكم نقول لكم مشيتوا ركعتوا للبرهان من حسي بتطبلوا له. البرهان مختطف، قراره مختطف، زول بيركب طياره بحوم السودان كله مختطف كيف يعني؟ زول بيدخل اجتماع في يده جرانيت، ده منو اللي بيختطفه ده؟ ما عجبه بقوم بيه، زول بيدخل اجتماع ومسلح، ده منو اللي بيجبره؟ لكن انتم مصرين بكلها تهيئه والحاجه دي في احلامكم ما بتحصل، والله بطمنكم الكلام ده ما بتقعدوا معه، الموضوع ده انسوه يا حريه وتغيير. عبد الرحيم حيقعد مع البرهان كشنو؟ يعني دار تفاوض معاه كشنو؟ احنا والله تفاوضنا مع الحريه مع الدعم السريع، البرهان حددوا لنا يا اخوانا، كلامه كان واضح،
عشان احنا دارنا نرسل للسكرتاريه بتاعت الايجاد الخونه ديل، هسي بيرسلوا لنا يقول لنا تعالوا اقعدوا مع الدعم السريع، انتوا من الاول ما احترمتوا السودان ومشيتوا زورتوا وزيفتوا في القرار النهائي وكلام البرهان، جاكم هناك في جيبوتي غيرتوا كلامه، داير انه حسي يتواصل معاكم ويجي يقعد مع عبد الرحيم، كويسه سكرتاريه الايجاد. البرهان يا اخواننا محدد علاقته مع الدعم السريع واضحه، سماهم قال الميليشيا المتمرده، يبقى لما نتفاوض معاها حيتفاوض معاها تحت بنود معينه في قانون انه لما قوه تتمرد على القوات المسلحه وزاره الدفاع تحمل السلاح ضد الدوله، انا بتفاهم معاها انها تضع السلاح تعلن استسلامها تجي انها تخش معسكر تخش دمج، دي الحاجات البرهان شايف بها الدعم السريع، شايف انه قوه متمرده. عبد الرحيم شايف البرهان شنو عشان يتفاوض معه؟ تفضل. قائد الاعلى للقوات المسلحه شايفه؟ كان شايفه رئيسه؟ شايفه مدير السودان كله؟ يعني شايفه رئيس السودان؟ شايف معترف به انه رئيس السودان؟ بفاوضوا انتوا ده الحريه والتغيير دارين الدعم السريع يفاوض الجيش على شنو؟ كشنو يعني؟ لما مشوا هناك في وفد جده مشوا وفد من البرهان او من الجيش او من الحكومه السودانيه. لكن لما تيجي تتكلم عن البرهان شخصيا اقعد مع عبد الرحيم شخصيا، دي عندها مسميات. احنا والله امورنا واضحه، سمينا الدعم السريع ده تمرد، سمى اولاد دقلو ديل قادة التمرد، تمام؟ طريقته في التفاوض معاهم انه عبد الرحيم اعلن استسلامه، يسلم قواته، يخد سلاحه، يجمع قواته في معسكر، ده كلام ونظرة عبد البرهان لعبد الرحيم. عبد الرحيم شايف البرهان شنو؟ شايفه شنو؟ لما تيجي تتفاوض بين طرفين الموضوع ده عنده تعريف، تفاوض ده عنده تعريف، في حالة الغزو، في حالة الاعتداء، في حالة التمرد، في حالة إعلان إقليم انفصال، في حالة حرب دار سلام. التفاوض ده معرف، يعني ما بتيجي تقعد طوال تقول أنا دار أفاوض الزول ده، تفاوضه لمنه وعلى شنو وهو ممثل منه. البرهان أموره دستورية واضحة، سمى التمرد ده مليشية التمرد، الدعم السريع سماها وحل قانونه وحلاها بمرسوم دستوري بالنسبة له، قوة ناشزة من الدولة تخد سلاحها تجمع قواتها تدفع عليها، ده شايفه البرهان بالنسبة لعبد الرحيم. عبد الرحيم شايف البرهان شنو؟ دي بيتحدد إذا شايفه هو والله رئيس مجلس السيادة والحاكم العام وبيتكلم باسم السودان. عبد الرحيم احنا عندنا معاه كلام البرهان حينقل مطالب الشعب السوداني، ادخل بيوتنا الدعم السريع بالمناسبه، ادخل بيوتنا الدعم السريع، سرق عرباتنا الدعم السريع، اللي انتهك اعراضنا الدعم السريع. لما تيجي تقعد مع البرهان تتفاوض معاه يا عبد الرحيم دلقو حينقول لك مطالب الشعب السوداني كلها، ما حيتكلم معاك عسكريه. انت داير من البرهان شنو؟ يعني انت حسي حربك دي داير من البرهان شنو؟ وحتقعد تتفاوض معه وداير يعمل لك شنو؟ يدخلك في السلطة يعني؟ هل الدعم السريع يسعى لشراكة البرهان في إدارة السودان؟ يعني عبد الرحيم ده حسي يا اخواننا تحت أي ظرف من الظروف انتوا كشعب سوداني حتقبلوا الدعم السريع يحكمكم؟ أنا دار زول يشرح لي بعد العمل الدعم السريع ده والبيعمل فيه الدعم السريع. الليلة لما تفتح صفحة مثلا كادر من كوادر الدعم السريع والبوغ الإعلامي بيقول لنا اصل اللبيض اللي بيقدر يمرق يمرق لو يومين في هجوم كبير على اللبيض اللي بيقدر يمرق يمرق. هي طبعا مساله بتاعت انت ممكن تقول والله يا اخي في اخبار انه الدعم يا خليفه دنقر في اخبار انه الدعم السريع داير يهاجم اللبيض، تمام؟ تقوم تقول والله يا اخي على الفرقه الخامسه الاستعداد على المواطنين الاستعداد. انا افهم انك انت خايف على المواطن والشعب السوداني ومحايد، لكن لما تقول للناس امرقوا انت بتبث في الرعب، وانت بتقول للناس امرقوا وسلموا بلدكم للدعم السريع، انت كده ما بتخدم فينا، انت هنا ما محايد، انت هنا دعامي، عملك انه بس الرعب، تخويف الناس، البلبله في اللبيض. عبد الرحيم داري هاجم اللبيض، الموضوع ده ما استهداف للمواطن، وانت بلسانك قلت انه المواطنين يطلعوا، هل عبد الرحيم ده ناس اللبيض حيقبلوا انه يبقى حاكم على السودان؟ عبد الرحيم داري شنو؟ الله اكبر. لما نقعد مع الجيش تفاوض دارش الله اكبر.
هل عبد الرحيم يتحدث من الظروف؟ خلي البرهان وافق على الشروط من كل ما في كلام يا رجال، وافق على الشروط الحريه الله اكبر، واستسلم وسلم واي حاجه. انت كمواطن يا تظرف من الظروف او يا توعي او يا تعقل معك، حتقبل انه الدعم السريع تاني يكون قاعد في القصر الجمهوري؟ اديني مبرر واحد بس. الحريه والتغيير ضاغطه انه الجيش يتفاوض مع الدعم السريع جبنا، وانه الحل الحرب دي في تاريخها، قال زي ما شبشب الملك بنقول لنا في كلام انه تاريخ الحروب بتنتهي بتفاوض، وانه الكيزان تفاوض، وانه فلان تفاوض. الكلام ده لما تجي تعرف الحاجه الحاصله في السودان دي هي عدوان وتحالف دولي وغزو خارجي وانتهاك للاعراض والمواطنين، وديل انت جاي تحكمون. زمان الكيزان لما انفاوضوا اغليم مجموعه قبليه عندها ثروات مكان، قالوا احنا ما دارين السلطه دي، احنا ما بنشبهكم، احنا ما زيكم، احنا حاجتنا مختلفه، احنا ديننا وعقيدتنا مختلفه. الموضوع ده بيتكتب، ما تفرضوا علينا دينكم، احنا بعبادتنا، انتم بالهكم، احنا بالهنا. الموضوع احنا ما داخلين